خرجت مظاهرات لليوم الثالث تواليا في مدينة السويداء جنوب سوريا للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي، وهنا نسأل عن التفاصيل والتداعيات المتوقعة. لليوم الثالث على التوالي وتحت شعار بدنا نعيش، تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء جنوب سوريا في ساحة شهبة للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية، حيث رفع المحتجون لافتات في ساحة البلدة وهتفوا مستنكرين انهيار الليرة السورية والفساد الحكومي، كما طالبوا بتحسين الظروف المعيشية وضبط الأسعار ومحاسبة الفاسدين وفقا لمصادر إعلامية. المصادر أظهرت خروج مظاهرات مشابهة في مدينة شهبة شمال السويداء، نددت أيضا بالظروف الاقتصادية والأمنية السيئة، حيث احتشد العشرات في سوق المدينة الرئيسي وهتفوا بدنا نعيش. كما هاجم المتظاهرون أعلام النظام السوري وفق تسجيلات مصورة تداولها ناشطون ووصفوه بالإعلام الكاذب والغائب عن الواقع. معلقون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا عن دهشتهم من انطلاق تظاهرات جديدة في وجه النظام السوري، متسائلين عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه وعن إمكانية توسعها نحو مناطق أخرى يسيطر عليها النظام في وقت تلامس فيه الأزمة المعيشية المستفحلة. في هذا الأثناء عموم السوريين جراء الانهيار المتسارع في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية والذي يعزى للعديد من الأسباب. وسجلت الليرة السورية خسائر جديدة أمام الدولار الأمريكي لتصل حد 1200 ليرة أمام الدولار الواحد وسط تفاوت بسيط للسعر بين عموم المدن السورية، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير. للحديث حول هذا الشأن ينضم إلينا من برلين فاضل نوفل ناشط سياسي. أستاذ فاضل، أهلا وسهلا بك على شاشة اليوم من جديد. دعني أسألك في البداية عن هذه التظاهرات الاحتجاجية في مدينة السويداء لليوم الثالث تواليا تحت شعار بدنا نعيش، ماذا في التفاصيل حول هذه التظاهرات، حول نسبة تقريبية لأعداد المشاركين، أبرز المطالب؟ تفضل. مساء الخير. في البداية يعني لابد من التنويه على أن هذه المظاهرات مش أول مرة بتصير بمحافظة السويداء، سبق وقامت أكثر من مرة تجمعات ومظاهرات بسبب الوضع المعيشي السيء والغلاء والوضع الاقتصادي للناس اللي وصل لمرحلة الانهيار. اليوم من 3 أيام لليوم في مظاهرات بمحافظة السويداء، في مظاهرات بمدينة شهبة. صحيح الأعداد قليلة لكن الناس بتزيد، يعني كل يوم بتشوف العدد أكبر من يلي سبق. في حملات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشارك كل الناس بهاي المظاهرات. هاي المظاهرات كلها تحت شعار بدنا نعيش. بدنا نعيش حق من حقوق، يعني هو أبسط حق عند الناس. اليوم ما في المواد الأولية مقطوعة بالبلد، ما في غاز، ما في مازوت للتدفئة، ما في بنزين، ما في كهرباء. المواد الأولية الموجودة غالية جدا، المواطن ما يعني ما بيقدر يشتريها، والدواء غالي، صار المواطن عاجز على أنه يشتري علبة دواء. هذا الواقع بيخلي الناس أنها تنزل إلى الشارع وتطالب بحقوقها، يعني هي أبسط حقوق عند الناس. طيب، ما هو المدى الذي من الممكن أن تصل إليه هذه المظاهرات؟ المظاهرات مستمرة، يعني بالتواصل مع الأصدقاء في سوريا المظاهرات مستمرة، ونأمل نحن نأمل من باقي المحافظات ومن باقي المناطق التي تعاني نفس المشكلة. يعني ليست محافظة السويداء وحدها من تعاني من المشكلة الاقتصادية في سوريا، ليست محافظة السويداء وحدها من تعاني من سياسة الإفقار وسياسة الجوع التي تنتهج منذ زمن بعيد وظهرت بهذا الشكل الفظيع أثناء فترة الحرب. لذلك مطلوب من باقي المحافظات، من باقي المواطنين في سوريا أن يعبروا عن رأيهم، يعني هذا أبسط حق. النظام استغل السنوات العشر الأخيرة بحجة أنه عم يحارب الإرهاب. طيب اليوم معظم المناطق صارت تحت سيطرة قوات النظام، ما في إرهاب، في جوع، في فقر، في تعثير، في ناس عم تنتحر، في ناس يعني تجارة الممنوعات صارت شائعة بالبلد، تجار المخدرات، تجار السلاح، تجار المواد التموينية ومحتكرينها.
اليوم انت بتشوف معظم المواد التموينيه مقطوعه، ومثل ما قلنا يعني بس فيك تلاقي هاي المواد بالاسواق السوداء باسعار خياليه. انت في تدفع مصاري بتلاقي غاز، تدفع مصاري بتلاقي مازوت لتدفي اولادك او مازوت للمدرسه تدفي طلابها. اليوم المدارس ما فيها مازوت. هذا الوضع الكارثي يتطلب من الناس انه تنزل على الشارع. يعني الناس شو عم تستنى بعد؟ طيب هل تتوقعون اتساع رقعة الاحتجاجات لتصبح الأعداد أكبر، أو لربما انتقال عدوى هذه التظاهرات لمحافظات أخرى؟ بالنسبة لمحافظة السويداء، أنا عم تابع في دعوات بكل المناطق للتظاهر لمساندة المتظاهرين بالمحافظة ومدينة شهبة ومدينة صلخت وباقي المحافظات، يعني نعمل هذا. طيب مع الحديث عن ارتفاع فاحش في أسعار السلع الأساسية و توفرها فقط في السوق السوداء كما تفضلت، هل يوجد هناك أي دور للضابطة التموينية أو لوزارة التموين بحسب اتصالاتك ومتابعتك أستاذ فاضل؟ بالتأكيد لا، ما في ولا أي دور بالأساس سيدي. يعني الموضوع الاقتصادي في سوريا قبل أستاذ فاضل؟ أستاذ فاضل؟ يبدو بأن فقدنا الاتصال بالأستاذ فاضل نوفل الناشط السياسي، كان معنا من برلين، سنعود الاتصال به إن أمكن مشاهدينا الكرام. إذن لليوم الثالث تواليا تستمر الاحتجاجات. نعم، يبدو بأن الأستاذ فاضل عاد للاتصال معنا، تفضل أستاذ فاضل. قلت بأن هذا الفساد، يعني بأن الأزمة، بأن الاقتصاد في سوريا يدار بطريقة المحاصصة والمحسوبيات قبل الأزمة. هذا الفساد سيستشري اكثر خلال فتره الحرب. لذلك اليوم ما بتشوف رقابي، ما بتشوف وزاره التموين ان عدم دورها بشكل كامل، سيطرين التجار ومافيات التجار، وهي الطبقه اللي صنعتها الحرب للاسف، طبقه تجار الحرب وطبقه المستفيدين من الحرب، مسيطرين على كل شيء، مسيطرين على هن بيتحكموا بالاسعار، هن بيتحكموا بوجود المادي او بفقدانها، وهذا الشيء بغياب أم لكل مؤسسات وأجهزة الدولة. طيب كيف تتوقع يعني اليوم، هل سيكون هناك أي أصداء إيجابية لهذه التظاهرات؟ بالتأكيد لها أصداء إيجابية. اليوم نحن عم نشوف أصداء إيجابية. اليوم كل الناس، كل السوريين عم يتضامنوا مع أهل السويداء، يعني على الأقل على شبكات التواصل الاجتماعي كل الناس بدنا نعيش. أهل إدلب اليوم بحيوا أهل السويداء، أهل حما بحيوا أهل السويداء، أهل ريف دمشق بحيوا أهل السويداء، كل أهل المحافظات، كل فقراء سوريا الذين يعانون من هذه الأزمة الاقتصادية يلي أنتجتها الحرب، أنتجتها سياسة النظام في سنوات الحرب الأخيرة، هم أهل السويداء. ولذلك نحن نأمل أن تنطلق باقي، يعني أن تنطلق هذه المظاهرات في باقي المحافظات لتكون أعم وأشمل وتعم كل الأراضي السورية. ما تفسيركم لغياب الضابطة التموينية عن القيام بدورها؟ دور المافيات كما قلت. اليوم البلد محكومة بمافيات، ما حدا بيقدر يتجاوز هذه المافيات. في مافيات اقتصادية بكل محافظة، في تجار مرتبطين بأجهزة أمنية، هن اللي عم يديروا الوضع الاقتصادي بالمحافظات، هن اللي بيتحكموا بالسعر، هن اللي بيتحكموا بوجود المادي أو فقدانه. طيب مع الحديث عن دور فصائل محلية في المدينة لتأمين الحماية للمدينة وتواجد أيضا للنظام، من يسيطر اليوم على السويداء ومحيطها أستاذ فاضل؟ بالعام يسيطر النظام، لكن الفصائل لها دورها. يعني إن كانت الفصائل مش مفروض منها بهذا الوضع أن تصطدم مع النظام، لأنه مثل ما بنشوف نحن أي تحرك احتجاجي بمحافظة السويداء برافقوا دعايات إعلامية عن حركات لداعش، عن حركات لمخربين، عن دعم خارجي لهدول المتظاهرين الشباب يلي هدفهم يخربوا البلد. بينحكى عن دور للسفيرة الأمريكية، أنا ما بعرف أنه السفارة الأمريكية ما هي بسوريا واقفة من سنوات عديدة. يعني اليوم إذا بتشوف صفحات اللي تابعة لأجهزة النظام، تحريض على هدول المتظاهرين على أنهم مخربين، على أنهم مدعومين من الخارج، على أنهم هن يعني عم يسهلوا تحركات داعش شرق محافظة السويداء بإلهاء أجهزة الدولة، عن كأنه أجهزة الدولة كانت حامي شرق السويداء من داعش لما هجمت داعش على محافظة السويداء. طيب بس كان في اعتراف من وكالة سانا، بس
حيال التظاهرات في السويداء، ولكن ذكرت بأنه عبارة عن تجمع صغير. هل نلمس من ذلك محاولة لإفراغ التظاهرات من مضمونها؟ طبعا هي محاولة للالتفاف، بس هو كان خبر أول، وباليوم الثاني ما عادت أوردت، وثالث سنة أي خبر، باليوم الثالث ما عادت أوردت أي خبر. يعني هي بدها تقول إنه في مجموعة مواطنين بيتظاهروا، عددهم 10 مواطنين أو 20 مواطن، وكأنه يعني الفقراء في محافظة السويداء يعني هن بالعشرات. هن صحيح عدد المتظاهرين قليل إلى الآن، ولكن لو تابعنا التواصل الاجتماعي، التعليقات على الفيديوهات المتظاهرين، لقينا على إنه آلاف التعليقات اللي بتدعو للتظاهر وبتدعو لمساندة المتظاهرين بحركتهم السلمية. طيب، مع الحديث عن العديد من الأسباب سواء سياسية أو حتى اقتصادية أو لربما إدارية تسببت في مزيد من التدهور للأوضاع المعيشية لعموم السوريين بعد انهيار الليرة، أستاذ فاضل، هل يمكن اليوم تحميل فقط النظام مسؤولية هذا التدهور الحاصل للوضع المعيشي؟ التدهور الاقتصادي في سوريا وانهيار سعر الليرة سبب الحرب. الحرب قرار اتخذ النظام منذ الأيام الأولى سنة 2011 عندما تحرك السوريون مطالبين بحريتهم. الحرب هي السبب الرئيسي لهذا الانهيار. من المسؤول عن الحرب؟ من سلك طريق الحرب؟ هل كانت الناس قادرة سنة 2011 على أن تحمل السلاح بوجه النظام؟ بالأساس كانت الناس معها سلاح بال 2011؟ النظام أخذ قرار بالحرب. النظام ما شاف إلا الحرب طريق لأنه يقمع الناس، وبالتالي هذه الحرب هي التي دمرت الاقتصاد. الحرب دمرت المدن، الحرب دمرت المعادن، الحرب زادت من أعداد العاطلين عن العمل، الحرب أوقفت الإنتاج، الحرب أوقفت التصدير، الحرب أوقفت السياحة. من المسؤول عن الحرب؟ طيب دعني أسألك سؤال أخير حول السويداء أيضا أستاذ فاضل قبل أن ننتقل إلى المحور الأخير. هل يعني حول المآل هذه التظاهرات اليوم في السويداء والمتوقع لها؟ ما فهمت السؤال إذا سمحت. ما هو المتوقع لمآل هذه التظاهرات في السويداء؟ المتوقع أن تستمر هذه التظاهرات، ولكن بالتأكيد يعني أهل السويداء لوحدهم غير قادرين على أن يغيروا الواقع الاقتصادي في سوريا. يعني محافظة السويداء محافظة فقيرة، المظاهرات لمدة زمنية طويلة لقدام، الناس ما فيها تتحمل. لذلك من المفروض أنه السوريين بشكل عام المتضررين من هذه السياسة الاقتصادية يتحركوا. يعني الفقر مو موجود بس محافظة السويداء، الفقر موجود بعموم سوريا. طيب أستاذ فاضل تفضل بالبقاء معنا مشكورا، لنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نفتح ملفنا الأخير لحديث اليوم.